أبناء وبنات طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنناقش تدريبات درس طالب الحب والنوى. تعالوا مع بعض نقرأ السؤال الأول: إنك لا تنظر إلى حبة القمح أو نواة التمر فتحسب أنك، إنما تنظر إلى قطعتين من الجماد الأسم الأخرس كأنهما حصتان ألقت بهما الأحداث ثم أهملتهما على أرض يابسة. ألف ما مرادف نواة وجمع الأسم؟ مرادف نواة بذرة وحبة، وجمع الأسم السم. ب: كيف وصف الكاتب حبة القمح قبل وضعها في الأرض؟ وصفها بأننا نحسبها بأنها قطعة من الجماد الأسم الأخرس وكأنهما حصتان ألقت بهما الأحداث ثم أهملتهما على أرض يابسة. نيجي بعد كده ب: ج: ما الذي تنتظره الحبة والبذرة؟ ينتظران أو تنتظران الظروف الملائمة، ومع قدرة الله عز وجل الخالق لتصبح منهم كل منهما عود حي أو شجرة عالية مرتفعة. د: ما وجدنا نحو الأشجار والأزهار في الأماكن العامة؟ وجدنا نحوها إن إحنا نحافظ عليها وعدم قطع الأغصان وقطف الأزهار للحفاظ عليها والاستمتاع بها ويسعد بها كل من يراها. نيجي بعد كده للسؤال الثاني: وأما النخلة الصامتة فمن عناصر الأرض طعامها ومن غيث السماء سقياها، تحمل في جوفها سر الحياة لتطرحه كل عام عراجين مبطلة بثمارها حمراء أو صفراء. ألف: ما مرادف الصامتة وبلاد الحياة مفرد عراجين؟ الصامتة معناها العالية المرتفعة، بلاد الحياة الموت، مفرد عراجين عرجون. ب: من أين تستمد النخلة طعامها؟ إن النخلة تأخذ من عناصر الأرض طعامها ومن غيث السماء شرابها وسقيها. ج: ما مظاهر القدرة الإلهية في هذا الدرس؟ مظاهر القدرة الإلهية في هذا الدرس هو إخراج النخلة العالية من نواة صغيرة يراها الإنسان كالحصى الصماء، ومن الحبة يخرج الله لها عودا حيا يتغذى على الأرض طعاما ومن الماء شرابا. هذا وبالله التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.